السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه احنا بنصور الروم بتاعنا اهوت، وهوريكم طريقه تربيته ازاي من الالف للباء ان شاء الله. وهنتكلم برضو ازاي تعرف الذكر من الانثى، عشان في ناس سالتني قالت لي ازاي بتعرف الذكر من الانثى وهو لسه صغير. انا هجاوبها حاضر. يا جماعه انا بس بقطع له شويه خس اهوت، والمفروض باكله كرات، بس الكرات مش موجود دلوقتي، فانا بجيب له خس. هو بيحب الخضار. وهقول لكم طبعا على يعني تربيه الرومي في الصيف بتبقى شكلها ايه، وهنتكلم على الكلام ده كلياته. يا جماعه طبعا انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الرومي بتاعي يعني لسه يعني لسه عمره صغير، مش هتتخيلوا هو عمره النهارده كام. وبسم الله بسم الله ما شاء الله ده قدامكم بالحجم ده كده اهو. طبعا يا جماعه انا عندي البتاع الرومي بتاعي دوت، هو انا دلوقتي اعرفه ذكر من الانثى ازاي. الذكر يا جماعه بيبقى يعني حجمه كبير شويه، وبيبقى عنده حمار في رقبته كده، ده وهو لسه صغير، خلاف طبعا ما هو لسه كبير. وهو لسه كبير كلنا بنبقى عارفين. يا جماعه بسم الله ما شاء الله، هو حتى بيبقى باين عليه يعني، هي بتبقى دماغه كبيره شويه، وبدا بيبقى فيه حمار كده اهو، بدا يحمر عن الانتاي. انا برضه هجيب الانتاي وهوريها لكم. ديت ديك اهو بسم الله ما شاء الله اهو. وفي كمان رومي عنده عنده حاجات يعني حمراء هنا كده اهو، طبعا بتبقى له حاجه هنا نازله كده اهي، دي بدات تنزل اهي خلاف الروميه، شايفين معايا اهي، وهو لسه بالحجم ده كده اهو. وبيبقى فيه حمار ظاهر هنا ومحبب كده صغير كده، بيبقى ظاهر في المنطقه دي، خلاف ان هو بيبقى جاهل كماني. وهوريكم واحده كمان يعني يمكن ظاهر فيها اكتر. يا جماعه بسم الله ما شاء الله اهو، شايفين الحبوب ديت اللي هي الحاجات اللي عامله زي الحبوب دي اهي، دي انتوا شايفينها، دي طبعا بتبقى اللي اسمه بلح. البلح ده اللي بيبقى في الديك الرومي اهو، خلاف ما ان هو خلاص رقبته بدات تحمر اهوت، ودماغه بتبقى كبيره شويه عن الانتاي. خلاص كده اللي مش عارفه اللي الديك من الانتاي اهو، انا هوريكم برده انتاي على اساس ان انتوا تعرفوا. شفتوا الانتاي اللي واقفه على القفص ديت، دي يا جماعه انتاي، دي لسه الحمار ما جاش في وشها اهي، ووشها مش احمر ولا حاجه، تلاقي حتى حجمها صغير عن اللي عن الديك. الديك كمان بيبقى عنده في دماغه من فوق كده، من فوق منقاره بتبقى في حاجه طويله كده اللي انتوا شايفينها دي، دي بتبقى بارزه كده اهي يا جماعه، في حاجه عنده منقاره من فوق كده، بتبقى حاجه طويله بارزه كده، دي اللي بتبقى ايه نازله مدلدله على المناخيره دي. الانتايه هي بتبقى موجوده حاجه بس زي حبايه كده، بتبقى ضعيفه بس بسيطه، انا هوريها لكم. دي يا جماعه انتايه اهي، مفيش اي حبوب في رقبتها خالص، مفيش اي حبوب ظاهره في رقبتها، ورقبتها مش حمراء زي الديك. عندك الحبايه اللي هي بتبقى هنا ديت، دي صغيره خالص عند الديك، بتبقى طويله وبارزه. طبعا الانتايه بتبقى هاديه عن الديك، يعني دماغها صغيره مش كبيره زي الديك ولا حاجه اهي، زي ما انتم شايفينها بالحجم ده كده. خلاص كده دي اللي عايزه تعرف الديك من الانتاي وهو لسه صغير. انت عايزه الروم بتاعك يكبر معاكي بسرعه بسم الله ما شاء الله، يجي معاكي وما تعبش منك، ولا الروم بتاعك منه هو لسه عمره يوم؟ الروم دي يا جماعه انا جايباه هو لسه عمره يوم، وانتوا شفتوه معايا وصورتهم لكم وربيته معاكم يوم بيوم، وانتوا عارفين انا كنت بدي ايه. اللي حابه الرومي، الرومي دي يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله تربيته جميله جدا وسهله جدا. اللي عايزه تجيب ما تخافش منه، تجيب وهي مطمنه. انا اللي بقول لكم يا جماعه، اي نعم هو لسه صغير بيبقى حساس شويه، يعني هو تربيته بالظبط زيه زي الفراخ عادي، ما فيش اي حاجه. حتى يعني في ناس بتقول ده مشاكله كتير، هو مش مشاكله كتير ولا حاجه. انتوا زي ما انتم شايفين يا جماعه، انا يعني طرقاه في الاوضه هنا، لا بجيب له علاج ولا بجيب له ادويه ولا اي حاجه، العلافه هيات، وهو العلف اللي انا بحطه له والميه بتاعته، طول ما المكان بتاعه نظيف والميه بتاعته نظيفه والاكل بتاعه متوفر، هيتعب ليه معاكش؟ مش هيتعب معاكش، هيتعب معاكي لو انت مأهملاه. يعني بسم الله ما شاء الله في ناس كتير بتيجي تشتكي الرومي في الحجم ده، او في يعني ده عنده بيبقى، وفي ورم في عينيه، بيبقى في معرفش جدري، بيبقى في مش عارف ايه. خلاص طالما الجو حلو يعني وانت موفره له نظافه وتدفئه وكل حاجه، مش هيتعب معاكي ولا هيبقى في اي مشاكل. انا زي ما قلت لكم يا جماعه، اهتمت به في الاول، انت عايزه تكسب الرومي اهتم فيه وهو لسه بالبدايه عمر يوم.
اهتم فيه بالاكل، اهتم فيه في الميه، اهتم بيه في نظافه المكان، في التدفئه. بسم الله ما شاء الله. يعني انا مثلا لو قلت لكم ده عمره كام دلوقتي انتم مش هتصدقوا. فيعني اللي حابه تعرف عمر يوم تجيب اول فيديو انا نشرته بتاريخ كام، وهي هتعرف الروم لغايه النهارده الفيديو اللي انا بعمله لكم دوت بتاريخ كام، تمام كده؟ فانا زي ما قلت لكم في ناس كتير بتقول لا انا بسلق بطاطس وبحط، لا بسلق بطاطس بصل وبحط. انا ما كنتش بعمل الكلام ده كله يا جماعه، انا اكتر من البيض المسلوق كنت بديهولهم ماشي. بالمناسبه في ناس برضه قالت انا بحط البيض على العلف، ماشي ما فيش اي مشكله. لو هو قابل منك ياكل البيض على العلف ماشي اكليه، لو مش قابل ان هو ياكل البيض على العلف هات انت البيضه المسلوقه في ايديكي، في ايديكي زي ما انا كنت بعمل في الفيديوهات بتاعتي، وهو هينقر من ايدك ماشي. اديله بيضه واتنين في اليوم وهو لسه صغير كده، يعني ايه من لغايه عمر اسبوع. بدا يكبر معاك وبدا البيضه ما تكفيهوش، اسلق بطين اتنين واديله. شبعيه، شبعيه بروتين، شبعيه نسبه بروتين عاليه. هتبص تلاقي بسم الله ما شاء الله، مش هتتخيلي ان هو يجي معاك بسرعه الصاروخ. يعني هيبقى في اليوم ده هيبقى حجم، تاني يوم هتبص تلاقيه بحجم. ليه؟ لان هو اتاسس من صغره. هو يا جماعه عامل زي الطفل الصغير، هتاسسه من صغره بسم الله ما شاء الله، يعني هيجي معاك على طول. هتاهملي فيه وهو لسه صغير، هيبقى مقربن معاك ومش هيبقى كويس، تمام كده؟ فانا زي ما قلت لكم انا كنت بدي بيضه واتنين في اليوم، بعد ما بيكبر كنت بدي بطين في الطاقه. انا ما قطعتش عنه العلف يا جماعه خالص لسه لغايه دلوقتي، بدي علف صافي اهوت اهو زي ما انتم شايفين العلف معايا اهوت، على اساس برضو نموه ما يقفش معايا. هتقطع عنه البيض امتى؟ هتقطع عنه البيض عند ما يعدي سنه شهر ماشي. هنبدا بقى نعد ايه، نقطع عنه البيض واحده بواحده. بس عايزه اقول لكم على نصيحه مهمه جدا يا جماعه، زي ما قلت لكم الرم دوت او اي طير معاكي بيبقى عامل زي الطفل الصغير، عايز تدفئه وعايز رعايه. اهم حاجه لان الرومي بيبقى في اول شهر ده يعتبر في فتره حضانه، يعني عايز تدفئه عايز رعايه خاصه. دفي الرومي معاكي كويس مش هيتعب معاكي ولا يسيبه اي حاجه. بعد عمر شهر بقى شهر ونص اتركوا الرومي براحته بقى، لا هتخاف ان هو يبرد منك ولا هتخاف ان هو يتعب ولا هيسيبه اي شيء. زي ما بقول لكم كده بسم الله ما شاء الله. انا صورت لكم فيديو كان دقيقتين، انا دخلت نوبه بسم الله ما شاء الله يا جماعه. انا لقيت الروم كلاته نافش ريشه، عامل زي الديك الروم الكبير اللي نافش ريشه. وانا بصراحه بقت والله مستغربه، بس بسم الله ما شاء الله يعني لقيت الحمد لله خير ما فيش اي حاجه. انا قلت يمكن شفت بيبقى عامل زي الديك الروم الصغير اللي لسه العجوز كده، لا بس الحمد لله يعني في ناس كتير الحمد لله طمنتنا قالت يعني ما فيش في حاجه والحمد لله. فهو وصل قدام كل المرحله دي يا جماعه. طبعا في ناس بتقول انا عند الرومي بتاعي البروز بتاعه بقى اسمر، دي يا جماعه ما تخافوش دي حاجه عاديه خالص ما فيش فيها اي حاجه. بس انت هاتي اي مطهر معاه موجود عندك، عندك امروزول حطوله، عندك فلاجيل حطوله، ده بيطهر معدتهم. لو في اي حاجه مثلا منقر من الارض او واكل اي علف مش نضيف ولا حاجه، هاتي دي حاجات كويسه برضو بتطهر معدته، تمام كده؟ فاحنا اول ما بنجيب الروم بتاعنا احنا يعني هو عمر يوم ما بنجيبوش خلاص وبنرميه ونحطوه الاكل والشرب كده، لا يا جماعه احنا بنجيب له حاجه زي تحصين. تحصين دوت بيبقى عباره عن فيتامينات مع مضاد حيوي، خلاص احنا بنديله من اول اسبوع، بعد كده خلاص الحمد لله مش محتاجين لاي علاج مع اي حاجه، لان الروم بيبقى لسه طري بيبقى عايز ان هو حاجه يعني نديله فيتامينات تقويه لغايه مثلا ما ياكل معانا ويمشي بقى في الاكل. متى ما كان معاكي خلاص بسم الله ما شاء الله يبقى كويس. بس حابه اقول لكم بس ان تربيه الروم سهله جدا وما فيش منها خوف. اللي حابه الروم يا جماعه تجيبه وهي مطمنه. انا طبعا بحبه وهاويه وغاويه وما بيتقطعش من عندي خالص، انا كل سنه بجيبه زي ما انتم شايفين كده. يعني انا جايبه دي يا جماعه على اساس بسم الله ما شاء الله ان انا برده ارقد منه يبقى عندي سلاله. هو كان موجود عندي بس طبعا الفيروس اللي هو بيبقى يجي كل سنه دوت اللي هو يعني بيبقى يعني بعيد عنكم بيبقى الشطه دوت، فانا كانت حصلت لي فانا كنت ذبحته بقى كلاته، فرجعت اسلل من جديد قدامكم يا جماعه. بس كان الكلام ده قبل ما افتح القناه، فرجعت اسلل من جديد ان شاء الله وهنسلل منه مع بعض وباذن الله هنرقد منه. وهوريكم برضو تربيته على اساس ان اللي عايز اي حاجه تسال، عايزه تسال اي سؤال مش فاهمه في الرومي عايز اي حاجه ماشي يا جماعه هنقول لها ان شاء الله وهنفيد. طبعا يا جماعه العلف قدامكم اهوت، باجي من وقت للتاني بقلب عليه شويه خميره، الخميره دي جميله جدا يا جماعه لاي طير عندك ومهمه ومفيده. الناس اللي بتشتكي من خفيه الوزن في الطيور او في الفراخ او اي حاجه بقى انا بقول لهم قلبوا على العلف شويه خميره.
تمام كده. بنيجي برضو ما ننساش من الوقت للتاني بنحط برضو بنفرم توم وتوم وليمون وبصل على الـ على الـ بنحط الميه بتاعته على ميه الشرب بتاعه الرومي. بناخد التفل بتاع الخشنه بقلبها على العلف، لان انتوا عارفين طبعا الرومي بيحب التوم والبصل والحاجات دي كلها بياكل فيها على طول. دي يا جماعه برضو بتمنع ورم العين، الناس اللي بتشتكي بتورم العين البصل والليمون والحاجات دي كلها بتمنع تورم العين. انا ماشيه بها على طول بسم الله ما شاء الله، انتوا شايفين اهوت قدامكم على الطبيعه. خلاص كده يا جماعه زي ما قلت لكم على طول باجي من وقت للتاني بحط ايه برضو عسل في الميه وليمون. طبعا المكان زي ما انتوا شايفين اهوت المكان دوت انا بحط فيه الفراخ البيضه، طبعا عشان الفراخ لسه ما كبرتش بتاعتي فانا نقلت فيه الروم عندي اهوت. المكان متهوي بيخش له شمس بيخش له هواء يعني يعتبر مكان صحي. باجي بالليل عند الفرشه الخضراء اللي انتوا شايفينها ديت بغطي عليها بالليل وبقعد له نواسه زي ده يا جماعه. انا مش بجيب لمده كبيره ولا حاجه، لمده نواسه صغيره خالص. بالنهار ما بحطش اي اضاءه ولا اي حاجه، انتوا عارفين الجو حلو. اما اكون بس الايام اللي فاتت لما كان بيبقى الجو برد وفي شتاء ومش عارف ايه بقيت له اللمضه ليل ونهار النواسه ديت وبغطي عليه. خلاص الجو حلو والشمس طالعه بكشف بقى خالص عشان الشمس تدخل تطهر المكان، وبقيت اللمضه دي بالليل وبقوم مغطيها بالغطا بالرغم من ان هو خلاص الحمد لله حمى نفسه، بس احنا برده بنغطي علشان ما يبردش مننا. خلاص كده وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه. ما تنسوش ان شاء الله الاشتراك في القناه وما تنسوش تفعيل الجرس واللايك يا جماعه للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.